وتوافقنا على أنه بالرغم من العديد من الإنجازات التي حققناها في تنمية تلك العلاقات، إلا أنه ما زالت هناك فرص عديدة للارتقاء والنهوض بها. لقد اتفقنا اليوم على مواصلة التشاور والتنسيق السياسي القائم بالفعل بيننا، وذلك لدفع التعاون الثنائي وتنسيق مواقف البلدين حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما توافقنا على ضرورة الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري، والذي نما بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، واتفقنا على ضرورة استغلال ما يمتلكه البلدان من إمكانات وفرص هائلة للتعاون ودفع الشراكات الاقتصادية سواء الرسمية أو من خلال القطاع الخاص بين البلدين، وضرورة تأثير الاستثمارات المصرية في رواندا، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي بين بلدينا الشقيقين. وبحثنا كذلك التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأود أن أشيد في هذا الإطار بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال. وفيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعدت التأكيد على التزام مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق بين مختلف الجهات المصرية. وعلى جانب آخر، فقد تطرقنا إلى تطورات ملف سد النهضة، وأعدت التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض، ورفض مصر لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما تلك التي تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية. وأكدت كذلك على ضرورة توصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن. كما تناولت المباحثات بيننا قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية، بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب، والتي تشكل تحدياً حقيقياً لعملية التنمية في إفريقيا.